8. 8. 8. أمنية. أختار أمنية. لاعب من الأهلي تتمنى انتقاله للزمالك. شناوي، معلول، صالح جمعة. والله طبعا أنا على المستوى الشخصي طبعا الثلاثة طبعا الشناوي الصراحة رقم واحد، بس كل واحد ياخد حقه. طبعا شابوه أبو جبل، جنش طبعا جون عظيم، لكن أنا شايف أفضل حارس في مصر بلا منازع السنة دي طبعا الشناوي، يكون مصر الأول من وجهة نظري، وبعديه كمان أبو جبل، ده وجهة نظري الشخصية. تختار مين؟ علي معلول طبعا أتمنى يكون موجود في نادي الزمالك بخبرته الكبيرة وطبعا أداؤه العالي مميز صراحة، من اللعيبة فعلا اللي نجح النادي الأهلي في التعاقد معاه، قمة في الـ في الـ في, الـ في الأخلاق، وراجل فعلا قائد داخل الملعب وخارج الملعب. وصالح جمعة نصيحة طبعا، لأن أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي، هو كهرباء، لعيب عالي جدا، لعيب كبير جدا، لكن أتمنى إن هو يركز شويه بس في الكوره. مين اللي كان بينصحك بيقول لك ركز على لكن مين؟ بص لا والله كتير، والله بص الصراحه يعني انا الحمد لله رب العالمين، كانت اكتر حاجه بتبسطني ان انا سواء كان نادي داخل نادي الزمالك او منتخب مصر كنت محبوب، انت عارف كنت الحمد لله محبوب، انت عارف علاقتي بكل اللعيبه والله يعني في لعيب اهلاوي ولعيب زملكاوي واسماعيلاوي ومحترف، الحمد لله كانت علاقتي بالناس كلها اخواتي. ايوه فانا اكتر ناس طبعا كنت بقعد معاهم كابتن ابو تريكه وفي المنتخب وكابتن وائل جمعه، كنت فعلا بثق فيهم. وطبعا كنت برجع للكابتن حسن شحاته طبعا كأب المنتخب مصر كله، وبادئ معاه وانا 17 سنه طبعا، فطبعا يعني فرق كتير جدا على فكره مع عمر ولعيبه كتير جدا. ما ينفعش اخد اثنين واحد ايوه واحد. بص يعني بعد صدع شافي طبعا وعبد الله طبعا لعيب كبير جدا، لكن علي معلول. علي معلول لانه قائد كمان. علي معلول، علي معلول طبعا هو اللاعب اللي تتمنى. انا عندي ابو جبل ما شاء الله برضو يعني نفس المستوى طبعا. يعني طبعا لو خد طبعا ماتشات اكتر يعني. تمام.